أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله، سلم الله عليه ما دامت الأيام والليالي جارية والبحور والفلك سارية. أما بعد، كذاب مولانا ومرشدنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قراءة كتاب الشيخ يوسف النبهاني أو بعض منه، الأنوار المحمدية. فلذلك جبرني الإخوة على هذا، وإلا أنني لست بأهل لمثل هذا، فإن زمن مثل هذا يطلب من مثلي أن يقرأ الأنوار المحمدية لزمن خلا من الفهول وخلا من الرجال. ولكننا أن نفسي أبذل، فإن لم يصبها وابل فطل. واقترح لي أيضا أن أترجم ما أقرأه باللغة الدارجة، فأوان الشروع والحمد لله. الفصل الأول من كتاب الأنوار المحمدية في ذكر أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. الباب الأول ده شيخنا يوسف النبهاني بدأ بي في ذكر أصامي هنا النبي عليه الصلاة والسلام الربنا سمى بها، بيقول: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. الشقل أو الإنسان كان هو عزيز، أسماء كثيرة، كثرة الأسماء دي تدل على أن أو الشخصية دي شريفة، أو الإنسان ده شريف مشرف من الله تبارك وتعالى. وقد سمى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأسماء كثيرة في القرآن العظيم وغيره من الكتب السماوية وعلى ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ربنا تبارك وتعالى سمى نبينا عليه الصلاة والسلام بأسماء كثيرة وردت في القرآن ووردت في الكتب والصحف المنزلة للأنبياء والرسل السابقين. بعض الجماعة، شيخنا يوسف النبهاني بيقول: وقد تعرض بعض جماعة لتعدادها، أي في ناس حاولوا بيدوا أو بيقفوا على هات أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغوا فيها بها عددا مخصوصا، بلغوا بها عدد مخصوص كل واحد حسب اجتهاده. منهم من الناس اللي حاولوا استنباط أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ده بلغوا 99 اسم أخرجوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما أسماء الله الحسنى الواردة في الحديث. مولانا القاضي إياب يقول: وقد قصه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى بنحو من 30 اسما. القاضي إياب بيقول: ربنا من إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام سمى بأكثر من 30 اسم من أسماءه رب العالمين، تشريفا وإعلاء لمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن دهية: إذا فحص عن جملتها من الكتب المتقدمة والقرآن والحديث وفت 300.
300 اسم وقال أبو بكر العربي وهو شافعي المؤرب بالألف واللام بعض الصوفية بعد سادتنا الصوفية قالوا النبي عليه الصلاة والسلام له 1000 اسم عند أكثر من 1000 اسم ذكر منها صاحب المواهب التي هي أصل هذا الكتاب ما يزيد على 400 القدر أحصوها كبس فمنها اسمه محمد صلى الله عليه وسلم اسمه عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ده هو بس أشرف وأشهر أسماء عليه الصلاة والسلام اللي ربنا سمى بها قبل ما اخلق الخلق بألفي عام كما ورد من حديث أنس وبه سماه جده عبد المطلب نبينا محمد اسمه محمد ده جد عبد المطلب ده سمى باسمه محمد ده كله فقيل قالوا فقال محمد فقيل له قيل لعبد المطلب قالوا له سميته باسم ليس لأحد من آبائك وقومك سميت بأسم ما من أسم هنا أسردنا أو أهلنا أو أقاربنا فقال لهم عبد المطلب أرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم برجو من الله تبارك وتعالى سمى محمد بأهل الأرض كب يحمدوه يبقى هو بس المحمود وذلك لرؤيا رآها عبد المطلب فقد رأى في المنام كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره في المنام طرف أيضا في المغرب ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة الأطراف دي شتى بقت كأنها ورق أو كأنها فروع شجرة ومتعلقة فيها الأوراق دلالة على النسب يحمده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل السماء وأهل الأرض لدرس سمو محمد عليه الصلاة والسلام أم النبي عليه الصلاة والسلام سيدتنا آمنة يوم حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام ده الملك قال لها ملك رب العالمين قال لها حملت بسيد الأمة دي بكبير الأمة دي انت حملت بيا وتوضعت دا سمي محمد ومن خصائص الاسم ده شكل عن الاسم ده رسما كالرسمه كله بشابه صورة الآدمي أو صورة الإنسان فلذلك إكراما لصورة لفظ محمد وهو من مشتق من اسم أنا الله سلو من اسم الله المحمود ده حسان مادي الرسول ابن ثابت بيقول أغر عليه بالنبوة خاتم من الله نور من الله من نور يلوه ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له الرحمن وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود
وهذا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا من رحمته وبركته واهشرنا معه على الصراط ونكون معه كتفا على